يبقى هنا اختار ايه؟ لو كانت موجوده، لو كانت موجوده هي تبقى صح. ليه؟ لان عود الكبريت وانت بتولعه لما تيجي تحك عود الكبريت في العلبه بتاعت الكبريت من الجنب، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنعمل ايه دلوقتي يا ولاد؟ تقول لي يا مستر احنا لما بنحك عود الكبريت كده في العلبه احنا كده بنحاول نطلع ايه؟ بنحاول نعمل هيت، نسخن عود الكبريت مع الفريكشن، هو بيعمل فريكشن، فلما تعمل فريكشن بتسخنه، فيروح عامل ايه يا ولاد؟ يروح مولع. فهمنا؟ يبقى تاني لو كان من ضمن الاختيارات دي هيت، لو كان من ضمن الاختيارات هيت كنت هختارها هي الاصح، هي الاصح. لكن ما لقيتش هيت يا مستر، لقيت لايتنينج، ساعتها اختار لايتنينج مفيش مشكله. فهنا ما كانش فيه هيت يا ولاد فاخترت ايه؟ لايتنينج. تمام. طبعا ان كار انجن سبيس اكزيست تو ترانسميت ذا موشن، حاجه اسمها البول بيرنج يا ولاد، اللي هو زي عارفين في العجلات كده دايما بيحطوا كده زي بيلي كده موجود كده، ده دايما بنغيره في العجله لما تيجي تعمل صوت بقى وتبوظ كده، ان هو عايزين نغير البول بيرنج بتاعها. هو ده بيعمل ايه؟ بيقلل الفريكشن. طب بيقلل الفريكشن عايز ايه يا جمانه؟ نمبر 19. انا يا مستر مش فاهمه نمبر 19 و 30 هنا ونمبر 28. طب خليكي فاكرهم بقى، قولي لي واحده واحده. نبدا ب 19 صح؟ اه تمام. فريكشن بتوين سمول ماربل اند سيراميك، يعني السيراميك بتاع الارض يا هنا، وسمول ماربل يعني قطعه رخام صغيره، ماربل اللي هو الرخام اي وليكن دي. يا ترى ايه ذات بتوين ا بيج ماربل اند سيراميك؟ ادي السيراميكا هي البلاطه هي بتاعت السيراميك، بس المره دي بيج ماربل. ها مين يعمل فريكشن اكتر؟ البيج البيج. بس كده، برافو عليك. ليه؟ لان الفريكشن ديبند اون ايه؟ ذا سيرفيس اريا تاتش ايتش اذر، صح؟ السيرفيس اريا يعني المساحه. عايز تقول ايه يا ادم؟ لا انا كنت رافع ايدي بس عشان لو حضرتك ما اه عرفتهاش انا كنت هتقول ايه يا ادم؟ بيج. ليه بقى هتقول ايه؟ ليه اخترنا، ليه انا اخترت البيج 1؟ ليه دي اللي عندها فريكشن، هاير فريكشن؟ دي عندها هاير عشان هنا فريكشن. مستر ها عشان هنا مستر الفراكشن فورس فيها افكت اه ديبند اون. السيرفيس اريا ايوه لما بيزيد الفراكشن فورس بيزيد. برافو عليك، لان الفريكشن فورس زي ما قال ادم يا ولاد، ما شاء الله عليك يا ادم، الفريكشن فورس ديبند اون سيرفيس اريا. فهنا قال لك يا هنا ان الفريكشن بتوين سمول ماربل اند سيراميك، يا ترى ايه من البيج ماربل اند سيراميك؟ هتختار ايه ساعتها بقى يا هنا؟ هل لارجر ذان ولا سمولر ذان ولا ايكوال ولا نو كوريكت انسر؟ تختار ايه؟ سمولر زين سمولر ذان. ليه؟ لان يا مستر اكيد الحته الصغيره دي هتعمل فريكشن اقل، لكن القطعه الكبيره دي بتاعت الرخام دي لما تحك في السيراميك اللي عندنا في البيت، ما تكون قطعه كبيره اكيد هتعمل فريكشن اكبر. فهو قال لك ان السمول ماربل هتعمل فريكشن ايه؟ سمولر ذان بيج ماربل. تمام يا هنا فهمتيها؟ يا جماعه لازم دايما نفتكر السيرفيس اريا والسبيد، دايما نفتكر السيرفيس اريا والسبيد. ايه كمان يا هنا؟ هنا مش فاهمها. نمبر 28 28 تعالوا نشوفها كده مع بعض. يلا يوريها هنا تاني كده. فريكشن فورس بتوين راف سيرفيس از سهلة يا هنا، ايه هتحليها، بتوين سموث سيرفيس. هتحليها انت دلوقتي. فريكشن فورس بتوين راف سيرفيس از ايه ذان بتوين سموث سيرفيس؟ ها رف يعني ايه؟ كلمة رف، مش احنا اتفقنا التايب اوف خشن صح؟ سطح خشن. طيب يبقى الفريكشن فورس بتوين رف سيرفيس از ايه ذان سموث سيرفيسز؟ لارجر ذان لارجر ذان. طبعا تمام يا رحيم، برافو عليك، رحيم كتب لي الاجابه صح ولا لا؟ اكيد الفريكشن فورس ما بين حاجتين خشنين مع بعض اكبر، لارجر ذان بتوين سموث سيرفيس، صح كده؟ لازم نقرا بتركيز بس شويه يا ولاد، هي السؤال سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. ها ايه كمان يا هنا؟ مستر انا في سؤال اسمه ده ماشي، انا هاخدكم بالترتيب يا جماعه، بالترتيب مع بعض ماشي. ايه ها قول يا هنا. في سؤال كده خلصت يا مستر، ده بس اللي كنت غلطانه فيه. تمام، بس عرفتيهم المهم؟ اي يا مستر. ماشي يلا يا اياد. ايه يا حبيبي؟ نعم يا مستر. ايه اللي واقف قدامك؟
سؤال 32، آخر سؤال في الورق. 32 تمام، لسه قايله اهو، ما لسه قايله يا اياد، مش أنا لسه عاوز أفهم، ماشي. ما بقول لك ان فهمتش. كار انجن، ان كار انجن سبيس اكزيست تو ترانسميت موشن فروم ذا كار انجن تو ذا ويلز، مين اللي بينقل الحركه من الموتور بتاع العربيه للعجلات؟ هل اللابريكينتس اللي هو التزييت، ولا الاويل، ولا البول بيرنج، ولا الباتري بطاريه العربيه، ولا لا البول البطري لا بيرنج الباتري، لا حاجه اسمها البول بيرنج يا ولد. لو انتوا بصيتوا على العجله بتاعتكم، بصوا عند العجله كده، عند الكاوتش كده، الحته اللي هي عندها الاسلاك دي، العجله عامله كده، يبقى المستر اللي هي عند البدال كده يعني، فاهمين الحته دي كده، دي اسمها فيها بلي صغير كده، دي بيسموها باسم ايه؟ بيسموها باسم بول بيرنج. بول بيرنج دي مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن عمليه الدوران والحركه ونقل الحركه وحاجات زي كده، تمام؟ هو عامة الجزئية دي هم يعني دلوقتي هم بس هي موجودة في كام سؤال كده في البداية، بس هم يعني لغوها دلوقتي، يعني البول بيرنج والاويلينج واللابريكينتس والحاجات دي فمتشالة، بس هي عامة يعني اسمها ايه؟ البول بيرنج، اللي هو بيسموه باسم بالعربي لورمان بيلي، بيسموه كده، تمام؟ هيا يا محمد يا خالد. انا يا مستر لخبطت في سؤال 12 بس. 12 ماشي يا حبيبي، تعالوا نشوف كده. نمبر 12 ماشي، اقرا كده يا محمد. The value of friction Friction between two surfaces depends on the of material of each surface. Of both surface. بيعتمد على ايه؟ هل اللينث ولا الماس ولا الدنسيتي ولا التايب؟ أنا كنت أعملها طيب، بس أنا عرفت اللي هي اللينث. The value of friction depend on the two surfaces depend on friction between two surfaces depend on the type. لا ما هي type صح، قصدي عكست، قصدي قلت اللينث. يعني انت عملتها ايه؟ كنت عاملها length يعني؟ لا type يا محمد، مش احنا قلنا على حسب ال type of surface، يعني هل هو rough surface سطح خشن ولا smooth surface، يبقى ده اسمها type of surface. يبقى the value of friction، الفريكشن يا محمد بيعتمد يا حبيبي على حسب التايب اوف ماتيريال، نوع الماتيريال. انت بتجر حاجه خشنه على حاجه خشنه ولا حاجه ناعمه على حاجه ناعمه، بتفرق. يبقى على حسب التايب اوف ماتيريال، تايب اوف ماتيريال. تمام يا ولاد؟ ايه تاني؟ مين عنده مشكله هنا تاني؟ ها؟ اي سؤال تاني في الشيت؟ اياد كريم واياد ابراهيم. كريم واياد ابراهيم نفس لا الشيء. ما في حد. تمام يا حبيبي، وانت يا اياد نفس الكلام؟ طيب ايوه بس ماشي. ياسين في حاجة عندك كانت في الشيت بتاع الساينس اللي أنا بعته؟ لا يا مستر. ماشي كويس، شفت الأسئلة بتاعت زمايلك؟ ماشي يلا يا ولاد، هاتوا الإكزامينيشن بوك اللي هو الكتاب بتاع الامتحانات اللي بيكون مع المعاصر، ثانية واحدة، اللي هو ده بتاع بريك 2، جبته يا مستر. اللي هو ده. بيج نمبر كام يا مستر؟ هنبدأ يا كريم من أول إكزام اللي هي بيج نمبر، لا في نص الصفحات كده، ثانية. فور. لا 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 عايزين نحل، لا لا خلينا في أسئلة الامتحانات أفضل. معانا يا ولاد كلنا دلوقتي الكتاب كلنا جبناه؟ ماشي، هاتوا بيج نمبر. أيوه أهي، مشكلة كل ما ادوس في حتة تطلع لي حاجة، ثانية. 76 76. يلا يلا جبتها يا مستر. السؤال اللي نحله يا اولاد، نعلم عليه من الجنب عشان لما نيجي ان شاء الله برضه المنهج شهر 4 نحل الباقيين، بحيث احنا على بال ما نخلص المنهج كله نكون خلصنا الامتحان بالكامل، فاهمين قصدي؟ بس يلا علموه على كل سؤال بنحله. هنبدأ دلوقتي باللي هو نمبر اوكي نمبر 3. نبدأ بالترتيب كده، الأسماء اللي قدامي. إياد معتز، حل كده يا إياد. نعم يا مستر. يلا حبيبي نمبر 3 معاك الكتاب؟ 1 أيوة يا مستر أنا بجيب 1 3. Birds have shape A what shape do A air resistance. أيوة Birds have white to decrease air resistance.
برافو عليك يا اياد، ما شاء الله عليك. بيرد هاف ستريم لاين شيب، مكتوبه شيب خلاص، ستريم لاين شيب. زي ما قال اياد ليه يا مستر؟ تو ديكريس فريكشن. تقول لي يا مستر ما الامتحان هيجي اختياري، هيجي تشوز، هو احنا ده هنحله ازاي؟ ما هو ممكن يجي لك كده، ممكن يقول لك كده بيردز هاف، اختار لارج شيب ولا ستريم لاين شيب ولا، صح؟ هتختار ساعتها ايه؟ ستريم لاين شيب. طيب ممكن ما يجيبلكش كده، ممكن يقول لك ايه؟ يا رب تكونوا سامعين كلامي كويس. يقول لك ايه؟ بيردز هاف ستريم لاين شيب تو، يلا ديكريس ولا انكريس ولا فيكس ولا مش عارف ايه الريزيستنس. هي طيور ليها شكل مدبب كده من الامام. تو ديكريس، ساعتها هتختار في الاختيارات ديكريس. فحتى السؤال الكومبليت اللي احنا بنحله او الساينتفك تيرم كانه تشوز بالظبط، بس الكلمه مش باينه قدامنا. خلاص كده؟ مستر في المنظمه حضرتك حاطط لي نفس السؤال اللي انا لسه مجاوبه. ماشي حرف اللي هو نمبر 18 بالحرف. ماشي يا عمي. يلا السؤال اللي بعد كده، هاتوا الساينتفك تيرم بقى ونشوف. اياد ابراهيم حل يا اياد نمبر 4. فريكشن فورس. ايه رن السؤال عشان زمالك يسمعوا معاك. A force. A force arises when two objects touch each other. برافو عليك. هي مين الفورس يا اولاد اللي arises؟ A force arises when two objects touch each other. تمام، اللي هي تنشأ يعني يا ولاد. فورس بتنشأ arises when two objects touch each other. لما two objects يلمسوا بعض. مين هي؟ أكيد يا مستر الفريكشن فورس. أنت إيديك لما تلمس بعضها تحك إيديك في بعضها كده، يبقى أنت عملت إيه؟ فريكشن. طبعًا يجي لك في الامتحان نفس السؤال ويجيب لك في وسط الاختيارات بقى فريكشن ولا فوق ولا جرافيتيشنال ولا مثلًا أي نوع من أنواع الفورسز بقى تانية. تختار أنت ساعتها إيه؟ فريكشن فورس. هنختار ساعتها فريكشن فورس. اتفقنا؟ ماشي. الدور على كريم. يلا يا كريم. نمبر 2 في تشوز. ده سؤال تشوز رسمي اهو. تمام، برافو عليك يا كريم. طبعا موافقين يا اولاد؟ مش احنا اتفقنا يا محمد يا خالد ان لما يقول لك increase speed او increase surface area يبقى لازم يكون الفريكشن زيهم، لان الريليشن ما بينهم اسمها ايه؟ اسمها دايركت ريليشن. انت هتزيد يا اريا، انا كمان الفريكشن هزيد. هتزيد يا سبيد، نفس الكلام الفريكشن يزيد، يبقى اسمها دايركت. فلما جه كريم اقرا هنا للسؤال، كريم اقرا يا شباب بيقول لك ايه؟ باي انكريزنج ذا سبيد اوف شيب، لما زود سرعه السفينه دي او المركب دي، طبعا ووتر ريزيستنس ويل اكيد برضو انكريز زي ما قال كريم. فاهمين يا جماعه؟ اللي مش فاهم يوقفني. طيب بعد كريم ادم نمبر 5 يا ادم. ذا فراكشن فورس ديكريز بتوين سمول سيرفيس. تمام كده، هي ديبند على ايه يا ادم؟ ديبند اون ايه؟ تايب اوف ماتيريال. تايب اوف ماتيريال، برافو عليك. فاكرين ما قلنا الفريكشن ديبند اون تايب اوف ماتيريال؟ ومين كمان يا ادم؟ ايه تاني يعني؟ اي كمان؟ تايب اوف ماتيريال والسيرفيس اريا والسيرفيس اريا والسبيد اوف بادي. والسبيد اوف بادي، برافو عليك. فهنا قال لك الفريكشن فورس ديكريزز، بتقل ديكريزز بين تو رف سيرفيس ولا بين سموث سيرفيسز ولا باي انكريزنج ذا سيرفيس اريا. طبعا ثواني كده، فريكشن فورس ديكريز، بتقل طبعا بين سموث سيرفيس. على فكره لو كانت هنا كاتب لك كلمه انكريز كان يبقى في اجابتين صح، اللي هي طبعا ما بين الرفس، ما بين الرفس برافو عليك، ساعتها هيقول لك اي وسي، اللي هي ما بين الرف سيرفيس والانكريز سيرفيس اريا. لكن هو قال ايه؟ قال ديكريز، الفريكشن بيقل. بيقل امتى؟ بتوين سموث سيرفيس. حاجه صعبه يا ولاد؟ طب يلا يا جمانة هاتوا يلا السؤال. هاتوا يا جمانة. هاتي نمبر اخر حاجه خالص، جيف ريزو نمبر 2. When you roll a ball on the ground, it slows down until it stops. ليه لما تعملي roll the ball on the ground، لما
تخلي كرة تتدحرج كده على الأرض، اللي يحصل slow down until it stop. Due to friction force. برافو عليك. Due to friction force. يعني إيه اللي هيخلي الكرة دي بعد شوية تقف مش هتتحرك؟ يبقى الإجابة زي ما قالت جمانة due to friction force. طب ده يجي لي ازاي يا استاذ في الامتحان؟ هيجي لنا يا مستر ازاي؟ هيقول لك كده the ball stop او the ball slow down its speed until it stop due to ليه العربيه اللي ماشيه على بتهدي سرعتها، سوري ليه الكوره اللي بتتدحرج على الارض دي سرعتها هتقل لحد ما تقف؟ هتقول له due to friction ولا attraction ولا هتختار ايه ساعتها؟ friction force. يبقى هي وقفت ليه الكوره؟ او slow down its speed until it stop due to friction force the management. مستر هم طب احنا لو قلنا due to friction force acts in opposite direction of movement. صح ماشي ماشي، بس انا كده احنا بنتكلم على نمط اللي تشوز صح. فاحنا انت بتتكلم، برافو عليك، انت بتتكلم لما تكتب سؤال give reason فبتكتب اجابه كامله بقى، بس ما فيش give reason بقى عندكم في الامتحان بتاع السنه دي صح كده؟ تمام برافو عليك يا ادم. هاتوا يلا اللي بعده، الاكزام الثاني. علمتوا بقى طبعا على الاسئله اللي احنا حليناها واكيد حليتوها معايا. يلا الدور على ياسين. يلا ياسين حل نمبر 3. ياسين معايا؟ قصدي يا مستر. فريكشن فورس act is on act in opposite. Bravo. Opposite. Act is in the opposite direction of motion. السؤال ده مهم وبيجي كتير، تمام؟ فهو هيجي لك في الاختيارات opposite ولا perpendicular ولا parallel direction. هنختار ايه؟ طبعا دايما الفريكشن in the opposite direction of motion. انت ماشي كده والفريكشن عايز يخليك ترجع لورا، عايز يهدي سرعتك، عايز يبطئك. يبقى دايما الفريكشن انت ايه؟ in the opposite direction to motion. ساعتها اختار كلمه opposite. برافو يا ياسين. اوكي نمبر 5 يلا يا رحيم. مصر. يلا حي نمبر 5. نمبر 5 the reason of stopping a ball after pushing it on ground is friction force. تمام برافو عليك. friction force. ليه يا رحيم؟ ايه اللي عرفك ان هي friction force؟ علشان friction force هي اللي بتوقف الحاجة. بالظبط كده، in the opposite direction of motion. in the opposite direction of motion. عشان كده the reason of stopping a ball after pushing it on the ground، سبب توقف الكوره بعد ما تشوطها على الارض، اكيد الفريكشن فورس. ساعتها تختار في الاختيارات برضو بتاعتك كلمه فريكشن فورس. تمام انتوا كده يعني افضل من اللي تشوز كمان، انتوا بتجيبوا الاجابه من نفسكم. بعد رحيم يلا يا هنا. انا عندي صفحه ناقصه كده ولا ايه؟ 77. مشكله كده. طب اوكي يا ولاد، هاتوا اكزام سريع معلش عشان مش عندنا اللي معاكم. الراجل عامل سكان طير صفحتين. يلا يا هنا نمبر 1. The rapper pool moves longer distance. هل دراي سيمنت اسمنت ناشف ولا سيراميك ولا ساند ولا بي ان سي؟ الكورة تمشي مسافة أطول longer distance on a سيراميك. برافو عليك، سيراميك سيرفيس صح كده؟ لان الدراي سيمنت يا ولد الاسمنت الناشف دوت بيعمل فريكشن قوي جدا، لو عليه شويه ميه كان ماشي، لكن هو دراي يعني هيوقف الكوره بسرعه. الساند طبعا يعني ده الساند ده مشكله لوحده، ده احنا اصلا ما بنعرفش نجري عليه، يبقى هيعمل فريكشن قوي
لكن الكرة تمشي أكتر فين؟ على السيراميكي سيرفس. برافو عليكي يا هنا. يلا يا محمد، محمد خالد حل، لسه جاي لكم الهارت بعد كده، ويلا استعدوا بقى على شغل شهر 4. محمد خالد هات يلا نمبر scientific term number 2. The force of the motion of the boat in river يبقى water resistance. برافو عليك يا محمد. A force opposite the motion of boat in river. ايه اللي خلاك تقول water resistance بالذات يا محمد؟ مش معنى قلت water resistance؟ عشان كمان في river نهر. ايوه. وفي برافو عليك، لان في body يا مستر اللي هو البوت ده، المركب دي او المركب دي ماشيه في water في river. يبقى اكيد دي يا مستر الفورس دي اسمها ايه؟ ووتر ريزيستنس. ممتاز يا محمد، ده كده الووتر ريزيستنس. طبعا لو جالي في الامتحان برضو تشوز هل اير ريزيستنس ولا ووتر ريزيستنس، ولا ساعتها بقى يجيب لي كذا حاجه ثانيه، فانا هختار ايه ساعتها؟ اختار ووتر ريزيستنس. اتفقنا؟ يلا اللي بعده، اللي بعده الدور على نبدا ثاني اياد معتز. نعم يا مستر. يلا حبيبي حل اللي هو نمبر 4. 4 ماشي. اه يلا يا حبيبي تمام يا عيد. There is a direct relation between friction force and the speed of the object. True. Direct relation between friction and the speed of object. برافو عليك. يعني ايه دايركت يا عيد؟ لو نسبيت هيعمل ديكريس، الفريكشن هتعمل ديكريس معايا. سلام عليك يا ايه. مع الاير ريزيستنت كده ومع الووتر ريزيستنت كده. تمام برافو عليك. يبقى انا اخترت ترو يا ولاد. طيب اياد ابراهيم. نعم حل السؤال. الامتحان ده مش مهتم بأي نمبر 1 في فوق. لا طب ما تيجي نشوف اللي هو السي ده، الرسمة دي. تمام يلا هيت. Car has streamline shape reduce the air resistance. اه car A، شايفين الكار A الحديثة دي has A طبعا streamline shape، streamline shape to reduce air resistance. برافو يا هيت. To reduce air resistance. ثانية واحدة. النمبر خلاص كده اوكي. In the opposite direction طبعا of motion but car B has not. تمام سهلة جدا يا ولاد خالص. هنا الـ air resistance هيخبط في كل العربية زي ما انتم شايفين كده. أما هنا هيبقى قليل جدا لأن الكار ليها إيه؟ streamline shape. ياسين بيقول في سؤال عن give reason في الدرس الرقم 2، ده فين ده يا ياسين؟ سؤال رقم كام؟ ورا يا مستر عندي بي. اه اوكي برافو عليك. نمبر 2 يا ولاد في الامتحان اطلعوا فوق كده او هاتوا الصفحه اللي قبلها 81. ماشي يلا يا كريم. يا مستر يلا. بات ستريتشز اتس وينج اون لاندنج. ليه البات ستريتشز اتس وينج اون لاندنج؟ مستر راح ما اعرف. مين بيتكلم؟ مش عارفها يا كريم؟ لا انا بقول لو حد قال مش عارف. اه انت لا ما حدش قال، انت قول. برافو عليك. باي ايه بقى؟ باي ديكريزنج ذا سيرفيس. لا استنى استنى، تو ديكريز اير ريزيستنس؟ ده هو بيفرد بيفرد. لا هو بيفرد جناحاته عشان يعمل انكريز. اه يبقى هو بص يا ولاد بصوا برافو عليك يا كريم. يبقى البات ستريتشد بستريتشز اتس وينجز اون لاندنج. ليه بيفرط الجناحات بتاعته في اللاندنج؟ هرسم بقى اي بات كده وخلاص اهو. فرد جناحاته ليه في اللاندنج؟ عشان يا مستر يزود الاريا. فلما تزيد الاريا الاير ريزيستنس هي كمان ايه؟ هتزيد. فينزل براحته. يبقى ليه الاجابه بتاعتنا؟ هقول كده to increase air resistance. To increase air resistance. طبعا ممكن اكمل by increasing the area.
by increasing the area. يبقى to increase air resistance by increasing the area. خلاص يا ولاد؟ انتوا بتكتبوا ها؟ انا كتبت يا مستر خلاص. ماشي شوية. يبقى to increase air resistance by increasing the area. طبعا لو جالي هيجيلي في التشوز ازاي؟ خلي بالك. ممكن يقول لك كده. Bat stretch bat it stretches its wing on land its wings on land on landing ليه البات بيفرد الجناحات في اللاندنج هتقول له ايه بقى هيقول لك بقى هل to increase air resistance ولا to decrease air resistance ولا مثلا to fix air resistance يثبت الاير لا هو هدفه ايه increase air resistance فساعتها اختار increase air resistance خلاص يا ولاد كده تمام يلا نشوف نكمل بقى تحت كده عندنا سيستمز المرة الجاية هاتوا exam 4 exam 4 يلا يا جمانة سوري آدم آدم معلش يا جمانة ثاني آدم The fraction force has the fraction force has its effect in opposite طبعا friction force has its effect in the opposite direction to the object movement خلاص اظن السؤال ده زينا منه يعني درس الامتحان كله على friction فخلاص يعني ان شاء الله الدرس سهل يعني يبقى in the opposite direction to the object movement برافو يا ادم جمانة هتحلي نمبر 4 the friction force increases by increasing the surface area صح برافو عليك يا جمانة انت قلت ايه increase ولا decrease اكدي لي بس السمع increases ايوه برافو عليك the friction force طبعا increases بتزيد by increasing the surface area اظن يا محمد يا خالد ما فيهاش لخبطه بقى بما ان السيرفيس اريا increase يبقى اكيد الفريكشن فورس increase زيها لو كان قال لي decrease كنت هكتبه decrease زيها يبقى the friction force increases طبعا اكيد الاحتكاك هيزيد by increasing the surface area لما اكبر الاريا تمام يا جماعه ممتازه ياسين ايوه يا مستر حل ياسين نمبر 8 the friction force increase between two surface and decrease between لا ما هم 2 برضه بس انا عايز اي surface rough surface and decrease between smooth surface برافو عليك احب بقى الطالب اللي يلحق نفسه كده برافو عليك يا ياسين ممتاز the friction force increase between هتزيد ما بين ايه surfaces هتقول له ايه rough الاسطح الخشنه هتزيد الفريكشن ما بينها لكن decrease between smooth أكيد. smooth خلاص يا ولاد بس الجهاز ما يفصلش هحطه بس وصل تمام بعد ياسين رحيم يلا يا رحيم scientific term نمبر 1 يا رحيم where are you رحيم friction force between air and the move object throw friction force between برافو عليك friction force between air and the moving object باينه جدا الاجابه في الكلمه اهي الإجابة جوه الكلمة جوه السطر friction force between air and the moving object يبقى أكيد دي يا مستر air resistance طبعا في اللي تشوز اختار air resistance ساعتها تمام لأن هو قال لي between air and the moving object طيب بعد ياسين بعد رحيم هنا نمبر 6 يا هنا F4Z slow down the moving object and has its effect in the opposite direction of the object movement friction force
تمام، برافو عليك، واضحة جدا. Friction that slow down the moving object، بتبطئ الموفينج اوبجكت، and it has its effect in the opposite direction to the object movement، وبتكون عكس اتجاه الحركة بتاعت الجسم. مين هي؟ زي ما قالت هنا كده، برافو عليك يا هنا، Friction force. طبعا في اللي تشوز برضو هتجيلي وسط اختيارات Friction force، Attraction force، أي بقى اختيارات تانية اختار ساعتها Friction force. بعد هنا يلا يا محمد خالد. أيوة مستر، the resistance decreases when the car speed decreases. بس كده، برافو عليك، أديك عرفتها. طبعا في الامتحان هيجيب لي ساعتها بس لما بيبقى مش مكتوب decrease، زي بلخبط زي في البيت، كنت بلخبط في زي ده. هو شوف، هو البيت عمل ايه؟ مش كبر جسمه، يبقى هو كبر السيرفس اير، يبقى هي برضه تمام. طيب يلا، اوكي نمبر 3، يلا يا اياد معتز. The force of magnetism affects the core movement and stopping of friction. طبعا the force of friction، طبعا ده انتوا هتكتبوا كلمه friction في الامتحان دي للصبح. friction، كله friction. الاتحاد مكون عن كلمه friction، يعني عشان هو درسين اصلا friction. يبقى the force of friction affects the car movement and stopping، اكيد طبعا the force of friction. ساعتها هيجيب لي بقى force of magnetism و force of، هختار ساعتها force of friction. كده نعمل حل تشوز. بس يعني انتوا ما شاء الله كده، يعني انتوا بتحلوا كل انواع الاسئله، يبقى اللي تشوز بالنسبه لكم هيبقى حاجه سهله يعني. تعالوا نشوف. اوكي. البركه يا دي ابراهيم، ربنا يخليك يا حبيبي. نمبر 4 يا دي ابراهيم. The fish had stream iron shape. فين انت؟ فين؟ لا لا، نمبر 4 فوق، فوقيها. The parachute open his parachute. The friction force decrease. False. ها؟ امال الفريكشن فورس يحصل لها ايه؟ Increased. ممكن تفهمنا ايه انت؟ يعني هو ايه يعني هو الباراشوت دوت لما فتح الباراشوت عمل ايه كده؟ Increase surface area. ايوه برافو عليك، شفت يا حمد يا خالد؟ اهو ما قالش increase وincrease، بس قالها لك بطريقه ثانيه. قال لك ان الباراشوت استدوت اوبن ذا باراشوت. الراجل ده فتح الباراشوت، فتح الباراشوت يعني عمل ايه في الاريا؟ زود الاريا بقى قد كده. فايه اللي حصل للفريكشن فورس هي كمان؟ ساعتها اختار ايه؟ يعني السؤال ده اول سؤال يا ولاد، بيقول لك ذا افكت اوف فريكشن فورس ان ذا اوبن، كل مره كان يخبي لنا اوبوزيت ونختارها احنا بعد كده. لكن المره دي حطها لنا، حطها لنا، بصوا فريكشن فورس ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف، والمره دي اختار لك بقى، تختار موشن ولا مثلا ويت ولا مثلا اختار بقى اي حاجه، ولا ماس ولا ايه، تختار ايه ساعتها؟ موشن، لان دايما الفريكشن عكس الحركه، موفمنت او موشن، الاثنين صح. فريكشن فورس ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف موفمنت اور موشن، الاثنين صح. تمام، في حاجه يا ياسين؟ هو برضو نسيت، في برضو سؤال في الجيفريز. فيش هاز ستريم لاين شيب. تمام، قولوا ياسين. طيب انت كده ليه الفيش هاز ستريم لاين شيب؟ ليه؟ تو ديكريس ووتر ريزيستنس. السمكه عامله كده، تمام، السمكه اهي شكلها اهي، يبقى برافو عليك. تو ديكريس ووتر ريزيستنس. ووتر ريزيستنس، ممتاز، عشان تقلل الووتر ريزيستنس. ماشي يا ولاد، يلا اكتبوها. لو حد بيكتب تو ديكريس ووتر ريزيستنس، السمكه بتبص عليك اهو، شايفاك وشايفه رحيم وهو بياكل لبانه، وقول له ارمي اللبانه بقى، هي بلغتني. صح يا رحيم؟ شفت، شافتك ازاي السمكه، حط رسمتها بس شافتك. يبقى تو ديكريس ووتر ريزيستنس. يلا يلا نشوف بقى ال، نخش تاني، ننزل تاني على الامتحان اللي بعده. هنا مفيش، خلاص حلينا نمبر 2، كريم حلها. هنا مفيش. لا اوكي، ساينتفك تيرم، ساينتفك تيرم. ايوه في سؤال، ما شاء الله عليكم. ايوه انتوا خدوا بالكم، انا مش واخد بالي.
اللي باتت في الجزء مكرر مكرر يعتبر مكرر bat stretches its wings on landing نفس الكلام طبعا هي ادم ادم طبعا هخليك تقول واحد تاني ادم بس ده تقول لي ليه bat stretches its wings on landing to increase the air resistance by increase the surface area برافو عليك to increase air resistance هو عايز يزود يا مستر air resistance by increasing surface area by increasing surface area يبقى to increase air resistance by increasing surface area اللي بعده حلي يا ادم برضه تاني اللي وراه ده عشان ده حلينا قبل كده ماشي اسا what is the number what is the importance number 2 number 1 في الساينتفك تيرم بس ماشي friction force that resulting from the movement ماشي اقولها اقولها صح water resistance برافو عليك friction force that resulting from the movement of any body in water الاجابه في الكلمه دي برافو عليك زي ما هناك كان فاكرين in air فقلنا air resistance هنا نفس الكلام friction force that resulting from the movement of any object in water رحنا قايل له water resistance خلاص يا ولاد كده تمام water resistance فالاجابه بتبان لي من الكلمه هو البادي ماشي فين لو ماشي في الاير يبقى air resistance لو ماشي في الواتر يبقى water resistance يلا بعد ادم جمانة مع حضرتك يلا جمانة يلا جمانة حلي what is meant by sorry what is the importance of friction force it helps moving and stopping cars or bicycles برافو عليك help in stopping or moving cars or bicycles تمام ايه كمان يا جمانة يبقى number one move or stop move or stop the cars moves or stop the cars ايه كمان يا جمان في حاجه تاني ايه كمان lighting up match او ليه ماشي lighting up the match lighting up the match بنولع عود الكبريت بيها فاكر حاجه كمان يا ادم It helps. قولي يا جوانا كمل. ها. change the car direction. أيوة control the car directions صح and the speed. يتحكم في الكار direction والسبيد صح يا ولاد؟ كل الحاجات دي الفريك ال importance بتاعت الفريكشن. طب ممكن تجي لي ازاي؟ لسه عندي واحدة برضه. قولي يا help us in walk and prevent from slowing down. برافو عليك help us in walking and prevent us from slowing down وبتحمينا ان احنا نتزحلق كل دي اهميه الفريكشن كل الكلام ده ممكن يجي لي ازاي يقول لك مثلا ايه the type of force that help in moving or and stopping the car مين هي friction force the type of force that help in lighting up the match ساعد في ان احنا نولع عود الكبريت هتختار ساعتها الفريكشن فورس اقلب السؤال هتقلب السؤال يبقى اختياري على طول يبقى تشوز تمام بعد جمانة ياسين يجيب لي السؤال ده وممكن يجيب لي كل الاجابات دي ويبقى جايب لي اورز يا سلام عليك يا سلام عليك يا سلام عليك يا رحيم ممكن يجيب لي كل دول يقول لك ايه all of the following are from the benefits of friction كل الحاجات دي من مميزات الفريكشن except ويروح رامي لك بقى اللي هي بتاعت الماشين بارتس وبيعمل دامج للماشين بارتس ساعتها هتختار دامج للماشين بارتس لان كل اللي قلناهم دول ايه؟ كل اللي قلناهم البنفتس بتاعت الفريكشن خلاص يا ولاد؟ ممتاز يا رحيم دور مين؟ ياسين قال صح؟ ياسين لسه قايل يا مستر تمام يلا يا رحيم نمبر 3 ذا فيش هيل ستريم لاين 2 Decrease the water resistance. Decrease water resistance. تمام. برافو عليك. طيب يلا يا هنا. هنا. حلي. في حاجة تانية عدت مني؟ ها. Number four.
true force. اوكي يلا انا لسه ما قلت لها. اوكي هتحلي اللي هي نمبر 4 صح. The parachute opens his parachute to increase air resistance. True. True. برافو عليك. تمام. ممتازة يا هنا. محمد. هنا مفيش. هنا مفيش حاجة. استنى يا محمد. يلا. يلا سهلة ايه. What is the bad effect? What is the bad effect of friction force? Rises in their temperature. Bravo, rises the temperature of a of machine, صح؟ أو ممكن أقول كده damage the internal parts of machine. Bravo. Damage the internal parts of machines. يعني بيدمر أو بيتلف الأجزاء الداخلية للآلات. Damage هنا يعني تلف. أيوه. Damage the internal parts of طبعا machine, moving machines. برافو عليك يا محمد. يلا يا شباب. And lose money يا مستر. Lose money. ماشي يا آدم. بس مش عايزين نركز على الماني قوي يا آدم, خلينا في الـ في الـ في الـ rising temperature والحاجات دي. ماشي يا حبيبي برافو عليك. عايزين بقى ال اوكي اياد معتز رجع تاني ايود. نعم مستر. نمبر 3 frozen factor affecting friction force or water resistant and air resistant. لا هزعل منك, ما قلتلكش التايب. سبيد سبيد تايب اوف ماتيريال. سبيد اوف بادي وبادي اند تايب اوف ماتيريال. وممكن السيرفيس اريا. ممكن بقى زي ما على طريقه اللي هو قالها لنا رحيم, ممكن يقول لك ايه, all of the following are from the factors affect friction force except, ويجيب لك ساعتها سبيد اوف بادي هتقول له صح, التايب اوف ماتيريال صح, السيرفيس اريا صح, الرابعه بقى اللي هتبقى موجوده ما لهاش علاقه بالفاكتورز فهتختارها ساعتها صح ولا لا. فاهمين يا جماعه كله بيسمعني وهو سامعين؟ all of the following are from the factors that affect on friction force. أنا كان قصدي يا مستر إن هو ممكن يجيب الإجابة دي والإجابة دي والإجابة دي ويحط لنا في الآخر all the previous. ماشي برافو عليك. ممكن يقول لي all the previous. لو هو بقى مش هيحط حاجة مختلفة فساعتها أنا هختار all the previous لأن كلهم صح. برافو عليك رحيم. تمام. إياد إبراهيم. حل نمبر 1 في الساينتفك تيرم. The friction force between water and the moving object through هتبقى water resistant. بس الإجابة إيه؟ الإجابة في الكلمة دي. برافو عليك يا إياد. Water resistance. كريم. تعال ندور على السؤال. اللي بعده. اللي بعده بقى اللي هو فين؟ اللي هو السؤال. Give reason يا مستر. لا give reason في حاجة؟ give reason رقم 2. يلا يا كريم. rockets have streamlined shapes. rocket الصاروخ يعني ده عامل كده. ليه rocket ده have streamlined shape من قدام عامل كده؟ and to decrease the surface area and to decrease air resistance. برافو عليك. to increase the speed. الافضل ماشي الافضل اقول ايه؟ to decrease air resistance. ماشي عادي. to decrease air resistance عشان نقلل يا مستر ال air resistance. to decrease او سوري by زي ما قلنا في الخفاش بس دي العكس. البات كان بيعمل ايه؟ increase air resistance by increase surface area. اما هنا الروكت to decrease air resistance by decreasing surface area. By decreasing surface area. ماشي يا ولاد؟ ماشي. السؤال اللي بعده في نمبر 3. مش عارفها؟ لا يعني انت بتعرفنا اللي اللي بعده يعني ماشي عارف. نمبر 2 يا نمبر 2. طيب 2 سيبوني بقى انا اقول لحد ما حاجه تفوت مني انتوا عرفوني.
نمبر 2 الدور على آدم. The brakes of the car is an impression of friction force. Friction. Oh, friction. The brakes of the car is an application on friction force. صح أكيد البريكس بتاع السؤال ده برضه بيتكرر كتير يا ولاد. البريكس بتاعت العربية فرامل العربية تعتبر ابلكيشن على مين؟ على الفريكشن فورس. تمام ممتازين. نمبر 3 يلا يا جومانا. The friction is in a direction opposite to the movement force. برافو opposite to the movement force. طيب يلا يا ياسين تعال نشوف السؤال اللي هو اوكي نمبر 2 ياسين في right or wrong. Birds stretch their wings during landing to decrease air resistance. Wrong. امال هي بتفرد جناحاتها ليه؟ To increase. مش decrease increase. طبعا في الامتحان هيسيب لي الكلمه دي فاضيه. هيسيب دي فاضيه كده. ويقول لك ايه؟ Birds stretch their wings during landing. ليه؟ هل to increase ولا to decrease ولا تختاري ساعتها اكيد بتفرد جناحاتها لازم تفكر في السؤال بالراحه بتفرد جناحاتها ليه to increase air resistance عشان تزود الاير ريزيستنس تمام برافو عليك يا ياسين رحيم هتحل لنا لا خلاص تخش على اكزام 7 اكزام 7 ان شاء الله حلينا 7 امتحانات اهو يا مين رحيم صح نمبر 2 يا رحيم نمبر 1 2 1 A2 the force that slows down the object motion friction force بالظبط the force that slow down the object motion مين الفورس اللي بتبطئ الحركه بتاعتك اكيد friction انا اخش الامتحان يا مستر اخش الامتحان اقعد اختار فريكشن خلاص زهقنا منها قلناها كم مره النهارده لو في حد بيعد الفريكشن انا قلناها كتير جدا تعبت مره يا مستر هاتوا بقى الساينتفك تيرم يلا يا هنا مفيش في الساينتفك تيرم مفيش حاجه مستر في الساينتفك تيرم اوكي مفيش في الساينتفك تيرم تمام طب put true or false ولا تشوز كمان ولا تشوز في نمبر 2 يلا اوكي يا جهان during riding a bicycle there is a magnetic force between the bicycle tires and the road false مش magnetic force هتبقى فريكشن فورس الكلمه اللي قلناها 50 مره مليون مره دي يبقى ديورنج ذا رايدنج ا بايسكل زيرز طبعا مش ماجنتيك فورس خالص طبعا هتيجي لك في التشوز دي فهتختار ساعتها مين اللي جنبها هتكون فريكشن فورس خلاص يا ولاد طيب بعد هنا يا محمد خالد مستر احنا كده قلناها 8 مرات 8 مرات في امتحان واحد ولا ايه؟ يلا يا محمد ايوه يا مستر عايزين السؤال اللي هو مين؟ الفينش استنى يا محمد اوكي اللي هو give reason number 4 صح كده؟ حاجه قبل كده؟ because the fish fish has a streamlined shape to eat because the fish water resistance تمام يبقى because طبعا ما المفروض هو كاتب because غصب عننا ليه يعني فيش هاز streamlined shape ماشي اوكي because طبعا ليه water resistance خلاص بلاش to decrease water resistance برافو عليك لان طبعا في الووتر يبقى اكيد water resistance انا الحمد لله هو عرفت ال increase وال decrease ايوه هي بس عايز تحل وتحل كذا مره خلاص to decrease water resistance اللي بعد كده تمام اياد معتز يعني water يعني air resistance it's a friction force ايوه
between between two surface area. لا بص a resistance is this a force a resistance between the طب استنى حاول تقول تاني ايات كده. It's a friction force resulting between two material. لا قول يا ادم. طيب it's the friction force formed a result of a movement solid object through air. بس كده هي الفكره. انت في solid object بيمشي فين؟ في الهواء. يبقى it is a the force resulting from the moving of solid object through air. حركة solid object في solid object ماشي في الهواء. يبقى ده اسمها air resistance. طب هو هيجيب لك بقى الديفينيشن ده وانت ساعتها تختار ايه؟ air resistance. بس اهم حاجه يقول لك ان هو through air. لكن لو قال لك through water نفس الديفينيشن بالظبط. يبقى ساعتها هيبقى water resistance. تمام؟ اياد ابراهيم بصوا بقى يا ولاد. ستوب. هنعمل زي سيلف اكزام كده. يعني هحدد لكم هنا كام سؤال في الاكزام ده هتحلوه لوحدكم وبعد كده انا هحله معاكم دلوقتي ونشوف انتوا جبتوا كام. بس طبعا دي امانه بقى. يعني انا مستر غلطت في واحده وحليت الباقي صح وغلطت في اتنين عشان لما تقول انت غلطت فيهم انا عارف اشرحهم لك تاني. تمام؟ طب يا مستر ممكن نبعتهم؟ لا هنضيع وقت في التصحيح يا ادم وهاخد وقت كتير عشان ابص لكل واحد صعب. تمام؟ يلا هتحلوا لي بقى مين؟ تعالوا نعلم على الاسئله. هنحل نمبر 2 ونمبر 3 ونمبر 4 ما شاء الله حظكم. 2 3 4 هنا اوكي؟ علموا معاهم عليهم معايا كده. 2 3 4 ننزل بقى تحت وهتحلوا لي نمبر. بصوا معايا مفيش هنا. اوكي لا مفيش هنا حاجه. هتحلوا في السؤال الثالث نمبر 1 يبقى 2 3 4 في السؤال الثالث نمبر 1 ونمبر 1 في give reason. تمام انتوا بتعلموا معايا صح؟ اي يا مستر. 1 1 في give reason وبعد كده في نمبر 4 هتعلموا على scientific term نمبر 1. بس يلا قدامكم بقى دي. حليت؟ مستر بس يا مستر كتابي 2019 عشان كده لما تيجي تحل انا اقول لك كنت اعمل انا. مش فاهم يا محمد. يعني كتابي 2019 يعني الاسئله مختلفه خالص كلها يعني ولا في زيها ولا ايه بالظبط؟ لا مفيش خالص. انت مفيش خالص؟ طيب اوكي هبعت لك النسخه. هبعت لك النسخه الجديده دي وانت عايز تطبعها تطبعها. ماشي يلا. طب خد من الكتاب بقى. خد من هنا اهو. خد من هنا اهو. كل زمايلك معاهم الكتاب عادي يا شباب عشان مثلا محمد هيشتغل من هنا. اه بص معايا الكتاب اللي هو 2021. اه 2 3 4 يلا حل يا محمد يا خالد. حل في ما حدش يبعت. انت حل وارفع ايديك. اللي يخلص يرفع ايديه. اللي خلص يرفع ايديه. انت مخلص يا ادم؟ ماشي. احنا قدامنا بالظبط هديكم 10 دقايق بالكتير. مستر انا حليت دولت ينفع تنزل لتحت عشان ماشي. حاضر حاضر فهمت قصدك يا عم. مش لازم تقول الجمله كامله. فهمت قصدك. يلا اهو هنا مين؟ هنا مفيش حاجه. ادي ده وده. يلا اللي مخلصين دلوقتي ياسين واياد. رجعوا عليهم ياسين انت وإياد برضه.
شكرا يا مستر، خلص. ماشي يا حمد، في تاني تحت، في تاني تحت دول. استنى صفحة جريت نمبر 1. ماشي، وان بس هنا. تمام، في ناس خلصت تاني اهو. مستر في الجيف ريزون، هو عايزني اكتب حاجة واحدة بس للمميزات اللي مش عنده، يعني العدم، يعني الحاجة الوحشة بتاعته. فين جيف ريزون؟ فين ده؟ اي واحد. فريكشن از ميني ديس ادفانتجز، عايز واحدة بس خلاص عادي، اللي هو بيعمل ايه بس كده. اللي خلصه كده، اللي خلصه اياد وياسين وإياد معتز وجمانة وآدم وهنا ومحمد خالد، باقي كريم ورحيم. كريم ورحيم، أنا خلصت. كده يا مستر كلنا خلص. يلا يا ولاد كده كلنا خلصنا، يلا بقى نشوف مع بعض، كل واحد يمسك بقى القلم كانه بيصحح. شوف بقى لوحدنا عملنا ايه. يلا اللي عنده حاجه يقول لي. اول سؤال، أول سؤال، الـ friction force between between water and A is called water resistance. طبعًا water and object أو body أو solid object، صح كده؟ كلنا عملنا كده؟ مستر أنا كتبت solid. يا مستر solid أو object يا جماعة، الاتنين صح. مستر أنا عملتها moving object. صح صح صح، أي object، أي حاجة لازم أنا object. عملتها object. تمام؟ ماشي خلاص، يبقى كلنا دي صح. حد عنده غلط فيه؟ لا صح. كلنا ننزل ايدينا واللي عنده غلط يرفع لي ايديه فيها. ماشي يا مستر. كريم عملتها كده ولا في غلط؟ تمام كلنا. لا عملتها عشان هتموت. طيب نزل بقى، نزل ايديك، اللي عنده غلطه بس ولا هيرفع بعد كده. اياد كان عندك فيها غلطه اياد؟ تمام. لا يا مستر. يلا. Rockets have طبعا اكيد stream line shape. حد عنده مشكلة فيها؟ اللي عنده مشكلة يرفع ايديه. طبعا سهل. سهلة خالص. نمبر 4، the friction force in the opposite. حد عنده مشكلة في الكلمة دي؟ in the opposite direction. كلنا صح يعني. كده كلنا كده الدرجة النهائية لحد دلوقتي. بعد كده دول خلصوا كده صح؟ ننزل في choose ما كانش فيه. في ال right or wrong. Birds stretch their wings on landing to decrease air resistance. طبعا دي false. كلنا كده ولا في حد عملها right؟ بس انا عملتها false بس صححت. ماشي يا طب اكيد طبعا to increase. To increase برافو. طيب اوكي. Friction force has many disadvantages. عملتها هي يد ابراهيم. ليه friction has many disadvantages؟ أنا عملتها such as damage of machine and a rise temperature and wasted money. مثلا such as إن هو give reason. إن هو give reason. فماشي تمام تمشي صح. عملتها يد. أنا عملتها because it causes damage of most of machine. Machine parts برافو عليك. تمام. Because it causes damage. ليه الفريكشن has many disadvantages؟ طبعا because it causes damage of the internal parts of machines, rise their temperature, lose money. صح؟ كل الحاجات دي. ايوه مثلا عملتها حاجة تاني. قول يا آدم.
because the friction force between the internal part of machine arises the temperature so it damage. ماشي صح؟ تمام. تمام. Give reason يا جماعة، السؤال بيكتب بطريقتك أنت، بأسلوبك، المهم تكون أنت كاتب الإيه؟ المحتوى الصح. ناقص إيه؟ ناقص سؤال صح؟ The force that arises between the surface when they touch each other, طبعا friction force. تمام يا ولاد؟ حاجة فيهم صعبة؟ لا. كلنا فول مارك يعني؟ اه. تمام، نجرب واحد كمان آخر امتحان. هنحل 1 وهنحل هنا 1 بس، وهنحل 1 في الجيف ريزون برضه. علمه معايا عشان اشيل 1 و1 وهنحل في الساينتفك تيرم 1 وبس هنا برضه في الساينتفك تيرم نمبر 1. في النمبر 3 تشوز هتحله هنا في تشوز دي ثانيه واحده ما فيش الفانكشن ما فيش هنا برضه right or wrong هتحله نمبر 1 بس يلا مستر يعني ايه necessary ضروري يعني important مستر انا خلصت ماشي اللي خلص بيرفع كده اللي خلصوا اياد وياسين وادم وهنا وجمانة ورحيم تمام لسه كريم واياد وكريم خلص لسه اياد ومحمد خالد مستر انا خلصت اللي في الجيف ثواني يا محمد شو نمبر 9 هنا نمبر 1 يا محمد يا معتز خلصت قربت يا مستر ماشي خلصتها دي يا مستر في الاخر نبقى نفتح الكاميرا ونوريك الحل نعم في الاخر بعد ما يعني بعد دلوقتي في الخمس دقايق دول نفتح لك الكاميرا ونوريك الحل اللي احنا لا 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 خلاص يا رحيم ما انا كده هشوفه مع براجع معاكم ما مش الكاميرا بتجيب لي الكلام مقلوب مش هيظهر خلصت يا مستر البتاع يلا اوكي ابقى بوصل لحضرتك يا مستر رحيم احنا مش لسه مصححين واحد دلوقتي شايفينه بطريقه معينه اه طيب هنعمل بنفس الطريقه يلا اول سؤال اول سؤال يلا امسك القلم معايا the friction force affects طبعا in the اكيد طبعا الكلمه اللي احنا عارفينها برضو كويس جدا in the opposite direction نزل ايدينا حد حلها غير كده يرفع ايديه تمام كلنا كده يبقى in the opposite direction السؤال اللي بعده كان في scientific term اللي هو the friction force between water and the moving object through طبعا water resistance water resistance كلنا كده يا شباب يا اولاد في واحد في الجيف ريزون طيب نرجع للجيف ريزون دي water resistance خلاص فيها مشكله في الجيف ريزون بقى فوق car has streamline shape طبعا اكيد to decrease air resistance by decrease the surface area تمام برافو عليك to decrease air resistance عشان تقلل العربيه دي ال air resistance by decreasing surface area طيب ونمبر 2 قلناها خلاص water resistance اللي هو السؤال الثاني نمبر 1 scientific term كده كلنا كده حد غلط في حاجه طيب تشوز ما كانش في حاجه right or wrong friction necessary for lightening a match طبعا صح true تمام يا ولاد
واتفقنا ان الفريكشن الماتش بيعمل ايه او بيبقى عايز يولد ايه لما يعمل فريكشن؟ هيت. هيت راس الكبريت بتسخن فبتولع جنريت هيت. لكن لو ما لقيتش كلمه هيت يبقى فاختار كلمه لايتنج، ان انا بولع يعني الايه كبريت. طبعا ما شاء الله عليكم. مستر رحيم كان رفع ايده بالغلط، انا كنت فاكر يعني انا نسيت انزل ايدي. انت غلطان في حاجه يعني؟ لا لا. تمام تمام ماشي يا حبيبي كده كلنا ما شاء الله تمام. ان شاء الله بقى يعني خلاص عايزين نحل امتحان تاني اتنين تاني مع بعض يعني لوحدكم، ولو في حاجه صعبه ابعتوا لي ابعتوا لي تمام. خلاص بقى كده في اي مشكله حاجه صعبه خلاص يا ولاد طمنوني عملتوا ايه في الامتحان، ما ترجعوا في الجروب كده اكتبوا لي وان شاء الله تكونوا كلكم الاوائل. اي سؤال؟ لا.